مستمرين مع حضراتكم النهارده في الاحتفاليه على قناه النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بالبطوله 12 بطوله دوري ابطال افريقيا. ومعانا على التليفون الفنان الكبير وائل جسار. استاذ وائل منورنا على قناه الاهلي. مساء الفل يا استاذ اسامه، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الف مبروك الف مبروك للنادي الاهلي. قول لي بقى، شفت المباراه فين واحتفلت ازاي وتابعت المباراه بشكل ازاي؟ لا والله كنت مشغول، بس قالوا لي عن الموضوع ففرحت قوي صراحة، وألف ألف مبروك، تستاهلوا كل خير وإن شاء الله ربنا يوفقكم كمان وكمان ونوصل للقفلة السعيدة إن شاء الله بإذن الله. دايما متابع للنادي الأهلي يا أستاذ وائل، ودايما يعني متابع للنادي الأهلي بشغف كمان. طبعا طبعا، هو معقوله ما نتابعش يعني؟ بس صراحه اخر مره كنت يعني مشغول شويه، وباذن الله المره القادمه لازم اكون متابع، لو حتى عندي اي حاجه هلغيها. اكيد اكيد. النهارده النادي الاهلي بياخد بطوله دوري ابطال افريقيا، والزمالك كمان بياخد الكونفدراليه. شايف الروح الجميله ما بين الاهلي والزمالك، الاهلي بيهني الزمالك والزمالك بيهني الاهلي، والتواجد الجماهيري كمان بالنسبه للنادي الاهلي في استاد القاهره، شايف اللوحه الفنيه الجميله دي اترسمت ازاي؟ يعني صراحه هو ده بيقولوا في اللعب لازم يكون فيه روح رياضيه. فدي اجمل حاجه حصلت، انه في روح رياضيه، وفي ودايما في، انت عارف يعني كلنا عارفين في الرياضه في ربح وخساره، لازم نتقبل الموضوع يعني. مش لازم انه خلاص يعني خسر حد بنحبه لازم نتكلم عن الثاني بطريقه مش كويسه، فلا بالعكس، كان في رقي، كان في احترام، كان في معامله رائعه من قبل الطرفين يعني. لو معانا دلوقتي يعني الفنان وائل جسار فرصه معانا على الهوا بمناسبه فوز الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا البطوله 12، يعني لو معانا على الهوا بقى وحابب يعني تغني للنادي الاهلي بمناسبه فوز النادي الاهلي في حدث كبير زي ده، ممكن يقول ايه الفنان وائل جسار؟ وحياة قلبي وافراحه وهنا بمساوي صباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الاهلي في نجاحه. جميله، زي الاهلي بنجاحه. شايف الارقام القياسيه اللي بحققها النادي الاهلي ازاي؟ شايف النادي الاهلي وصوله للعالميه وكاس العالم للانديه، هو ده عزم الشباب يعني. أنا عايز أقول لكل الشباب اللي بيلعبوا، ده العزم اللي هم فيه هو اللي بيوصلهم كمان وكمان وبينجحهم أكتر وأكتر. لأنه إحنا ما بينقصناش حاجة من اللي بنشوفه في يعني أبطال أوروبا وكده، يعني ما بننقصش حاجة عنهم، بالعكس نحن ممكن بالعزم اللي فينا نعمل احسن منهم وزياده ان شاء الله. اكيد. كلمه اخيره بقى من الفنان وائل جسار للنادي الاهلي بمناسبه فوزه للبطوله 12، وبمناسبه يعني او بعد انتهاء البطوله، جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، بيقول ال 13 يا اهلي. يلا هنقول ال 13 يا اهلي ان شاء الله. ان شاء الله. والف مبروك من كل قلبي، وعقبال دايما النجاح في كل ماتش ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا الفنان الكبير وائل جسار، كانت يعني مداخله مهمه معاه، وتهنئته للنادي الاهلي، وزي ما شفنا يعني احتفاله بالنادي الاهلي.